الله الرحيم. احنا حابين نعرف من حضرتك يا دكتور اسباب الاصابه بسرطان القولون المستقيم وطرق الوقايه العلاج التشخيص والاعراض. من الاعراض الشائعه جدا لورم القولون المستقيم هو نزول الدم من خلال فتحه الشرج، وللاسف كثير عرف من الناس بتاخذ نزول الدم على انه شيء عرف طبيعي، عرف جدا ممكن يكون عرف بواسير جرح او شيء، وهذا اذا لم يتم يعني استشاره اخصائي جهاز هضمي وعمل تنظير عرف للقولون لا اعتقد انها من الممارسات جيده. فعلى كل اي شخص ولو مره واحده نزل الدم لازم يتجه الى الشخص المتخصص عرف حتى يتم التأكد عرفت من خلو عرفت الجسم من أورام القولون والمستقيم.